نشرة الأخبار من النبأ والبداية بالعناوين. البنيان المرصوص تواصل ملاحقة فلول تنظيم الدولة جنوب سرت وتؤكد قدرتها على تشكيل نواة للجيش. مكتب الخدمة الصحية بدرنا يعلن وصول الشحنة الثانية من قافلة الإغاثة المقدمة من أهالي طرابلس. رئيس لجنة الاتصال الروسية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية يكشف عن نية موسكو طرح مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني ليبي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الأخبارية من قناة النبأ. أكد أمر الاستخبارات العسكرية العميد محمد جنيدي أن قوات البنيان المرصوص خاضت أشرس المعارك لطرد تنظيم الدولة من مدينة سرت. وأوضح جنيدي في مقابلة خاصة مع قناة النبأ أن البنيان المرصوص يواصل ملاحقة بقايا فلول التنظيم الهاربة جنوب سرت وفي المنطقة الوسطى. نترحم أولا على الأبطال الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا البواسل والإكبار لأبطال البنيان المرصوص كافة الذين خاضوا أشرس المعارك ضد تنظيم إرهابي خطير جدا على مستوى العالم، وهو تنظيم الدولة الإسلامية الذي تم اجتثاثه من مدينة سرت ومن شمال إفريقيا، وما تبقى بقايا فلول هاربة في الوديان وفي الجبال جنوب مدينة سرت وفي الوسط الليبي. وأشاد جنيدي بتضحية قوة البنيان المرصوص ودفاعهم عن مدينة سرت، وطالب المجلس الرئاسي بتقديم الدعم للعملية وصرف تعويضات عن الأسلحة التي تم استهلاكها وتدميرها من قبل تنظيم الدولة. أما بالنسبة للدعم المجلس الرئاسي فنقول أن الدعم كان بسيط جدا، ولا حد هذه اللحظة لم يتم تعويض السيارات بدون عملية الأسلحة. الأسلحة لم نتكلم عليها ولم نتحصل على تعويضات في الأسلحة التي استهلكت وتم تدميرها من قبل العدو، وإنما السيارات حوالي 15 لـ 20% من قيمة التعويضات هذه التي تم استلامها، أما الباقي فحتى هذه اللحظة من مدة سنة لم يتم ذلك. وأضاف أمير الاستخبارات العسكرية العميد محمد جنيدي أن قوة البنيان المرصوص قادرة على تشكيل نواة للجيش الليبي وحماية البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية. تهميش القوات البنيان المرصوص لأن عندهم إرادة ولديهم رؤية مستقبلية لهذا الوطن، وهو إقامة دولة ديمقراطية، دولة بها تبادل سلمي على السلطة وقوات مسلحة تحمي الحدود، وتكون قوات البنيان المرصوص نواة هذا الجيش الذي نسعى لتأسيسه بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويكون دوره حماية البلاد وأجواء البلاد وحدود البلاد البرية والبحرية، هذا ما يكون يعني. سنة مرت على تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة، وقد جسدت قوات البنيان المرصوص في هذه الملحمة مواقف بطولية استشهد فيها مئات المقاتلين وجرح مئات آخرون وأفضت إلى تحقيق النصر. لحظة غالية انتظرها المرابطون على هذا الثغر لما يقارب 9 أشهر من المعارك الدامية.
تعود سرت أخيرا إلى حضن الوطن لتكلل مصابرة أهالي المدينة وجهود الثوار من مختلف المدن بنصر مستحق. بفضل الله اليوم تمكننا من السيطرة على آخر معاقل قيادات تنظيم داعش ولله الحمد في الجيزة العسكرية، وتم إنقاذ حياة الأطفال الذين اتضح أنهم كانوا عارقين وكانوا محرومين من الطعام والأكل لمدة 6 شهور. لم يتوانى التنظيم في تجنيد النساء والأطفال لخدمة أغراضه التوسعية في سرت، وتركهم بعد تضييق الخناق عليهم يصارعون الموت، لا غذاء ولا دواء ولا فسحة للحياة أو الأمل. هذا ما خلفته المعارك في سرت، أطلال ودمار في كل زاوية يمتد إليها البصر، وذكريات لأعزاء يحاول من كتبت لهم الحياة لملمة بعض بقاياها. وهذه أطلال، بقايا أطلال خالي من البشر وخالي من مقومات الحياة بالكامل. يقف هذا الحي المنارة شاهدا على حجم المعركة التي راح ضحيتها خيرة أبناء الوطن. 700 شهيد و2000 جريح ارتوت بدمائهم هذه الأرض كي يتحقق النصر. رصوا صفوفهم كبنيان أمام عدو عاث في الأرض فسادا، فكان لزاما اجتثاثه ولا سيما من أبرز معاقله في البلاد. ورغم استعادة المدينة منذ عام كامل وعودة الكثيرين مما اضطرتهم الظروف إلى تركها إبان المعارك، فإن البناء وإعادة إعمار ما دمر ليس بالأمر الهين، وهو ما يؤرق مضجع السكان، ولعل صورة أوضح وأبلغ. إحنا نقصة السيولة ونقصات الحيشان ونقصات الحيشان مطاحن، وقعدنا أسمع حيشان ما جينا مش نصلحون، وكتلنا للشر إحنا ما شحتوا. إحنا نبو مصارفنا، نبو الفلوس، نبو فلوس وصلحنا حيشان اللي طيحان. تقول ما عندي الله حراشة وعمارة، إن هي أسمع انت غصب بالله، إن هي 7 سنين طيحة يا عمارك، وقاعد الكارية دار زينق وانا في هراوة. تختلج مشاعر نصر عزيز مع مخاوف حقيقية من عودة التنظيم إلى سرت أو مناطق أخرى في البلاد بعد عام على تحرير هذه الرقعة، في ظل ما تشهده الساحة السياسية من صراعات بلغت مداها، أمر يحذر من وقوعه من خاضوا المعركة وخبروا العدو ويفسد عليهم فرحة الانتصار. قال رئيس لجنة الاتصال الروسية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية ليف دينغوف إن موسكو ستطرح مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني ليبي على غرار الصيغة المقترحة لسوريا. ونقلت صحيفة إزفيتسيا الروسية اليوم عن دينغوف قولها إنه يمكن تطبيق مبادرة روسيا الخاصة بالحوار السوري في ليبيا، مؤكدا ضرورة إقامة الحوار مع كافة أطراف النزاع. كما أورد الصحيفة عن مصدر مطلع في الحكومة المقترحة أن الأطراف الليبية بدأت بإجراء مفاوضات حول تقريب المواقف. رحبت الوزيرة الأمريكية المكلفة بالأمن الداخلي ألين ديوك بمحاولات السفارة الليبية في واشنطن لرفع ليبيا من قائمة الدول المحظورة من الدخول للولايات المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المفوض بالحكومة المقترحة محمد سيالة بديوك الأربعاء بواشنطن، بحث خلاله سبل رفع الحظر الأمريكي المفروض على الليبيين. وطلب سيالة ضرورة مراعاة المواطنين الليبيين المتضررين من هذا القرار، خاصة الجالية الليبية والطلبة الدارسين بأمريكا. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك قطاعات كبرى بحاجة إلى دعم، أبرزها القطاع الصحي الذي يفتقر إلى تشغيل معداته. ودعا سلامة خلال الملتقى الوطني للبلديات الليبية إلى توفر استثمار أكبر في هذا المجال من أجل تحسين الخدمات والظروف المعيشية للليبيين. وأضاف سلامة أن الأموال في ليبيا لا تصرف حيث ينبغي في ظل الاحتياجات كبيرة للمواطن. إلى
إلى درنا، حيث أعلن مكتب الخدمة الصحية بالمدينة وصول الشحنة الثانية من قافلة الإغاثة المقدمة من أهل طرابلس. وذكر المكتب أن الشحنة مكونة من مواد غذائية واحتياجات أساسية ستوزع على الأسر المحتاجة ضمن حملة درنا الخير. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ورحلة كسر الحصار تبدأ بشاحنة، شعار رفعه منظمو حملة إخاء للتضامن مع أهالي مدينة درنا. أطلقوا حملتهم وعملوا على مدار أشهر لإنجاحها. هذه الحملة أشهرت في يوم 28 أغسطس الماضي. طبعا الشركاء في هذه الحملة والذين أشهروها هم كل من سيد مدير جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى، كذلك السيد مدير مكتب الزكاة مصراتة، والسيد مدير عام مستشفى مصراتة المركزي، وبعض مؤسسات المجتمع المدني. انطلقت الرحلة من المنطقة الغربية وأودعت الشحنة في سدادة وتوقفت في هراوة إلى حين الحصول على الموافقة. اتجهت بعد ذلك نحو إجدابية ومنها إلى شحات لتنجح أخيرا في دخول درنة بعد 5 أيام من انطلاقها. تضمنت الحملة 11 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمعدات الطبية، فضلا عن المستلزمات الصحية والقرطاسية المدرسية. انطلقت 11 شاحنة وودعناها في سدادة يوم 21/11/2017، توقفت في هراوة يوم 22/11، ومن أجل الحصول على الموافقة حصلت على الموافقة وانطلقت يوم الخميس 23/11 نحو مدينة إجدابية، ومنها مباشرة توجهت إلى مدينة شحات وأفرغت شحنتها في إجدابية يوم الجمعة 24/11/2017 بشكل مؤقت. التنسيق لإدخال الشاحنات والحصول على تراخيص مرور كانت العقبة الأبرز في طريق الحملة، لكنها تكللت بالنجاح وساعدت على تخفيف حدة الحصار عن مدينة درنا. أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى حصدتهم الألغام والرصاص العشوائي خلال شهرين نوفمبر وأكتوبر الماضيين بمدينة بنغازي، فيما يعيش السكان تحت تهديد تدهور الوضع الأمني. المزيد في التقرير التالي. على وقع ما يزيد عن 3 حالات سطو مسلح يوميا، يعيش سكان بنغازي تحت تهديد تدهور الوضع الأمني، فيما يصر قادة ميليشيات الكرامة على أكذوبة تحقق الأمن والأمان رغم اعترافهم لا شعوريا بالحقيقة. نحن نعزقوا في عز النهار ونقتلوا في عز النهار، ومقاطع نطلعوا فيه في عز النهار، وما نعزقوش فيه في شارع الزيت نشيلوا فيه في مستشفى 1200. أرقام جديدة أحصت قرابة 40 قتيلا وعشرات الجرحى حصدتهم الألغام والرصاص العشوائي خلال شهرين نوفمبر وأكتوبر الماضيين، قتلى مدنيون أبرياء وإصابات معظمها بليغة تستهدفهم آلة الحرب في منطقة خريبيش ببنغازي بعد إعلان تحرير المدينة. بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب. تحرير كامل وبدلة تشريفات بيضاء، صورة مغايرة لما يحدث في بنغازي. ميليشيات قدمت في صورة منقذ للمدينة، لكنها دمرتها وهجرت عائلاتها وارتكبت جرائم في حقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب تنظر فيها منظمات دولية. النشرة مستمرة مشاهدينا، ونرصد فيها بعد قليل. أهالي جبل نفوسة يحافظون على عادة استخدام الحطب وسيلة للتهوية والتدفئة.
أهلا بكم مشاهدين من جديد. أكد عميد بلدية وازن محمد صنام إعادة فتح معبر ذهب وازن بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين من الجانب التونسي. وقال صنام في اتصال مع قناة النبا أنه جرى التواصل مع السلطات التونسية المتمثلة في وزارة الداخلية والاتفاق على جملة من النقاط الواجب اعتمادها في المرحلة القادمة تجنبا لأي إشكالات مستقبلية. وأضاف صنام أن السلطات التونسية تعهدت بالحفاظ على سلامة وأمن المواطن الليبي أثناء العبور. يذكر أن السلطات التونسية كانت قد أغلقت المعبر على خلفية حجز بعض السلع لتجار تونسيين رفضوا العودة بدونها، الأمر الذي تسبب في احتجاجات داخل الأراضي التونسية قامت على إثرها بإغلاقه. وقعت الشركة العامة للكهرباء مع شركة سيمنس الألمانية عقدين لتوريد وتركيب وحدات غازية في محطتي غرب طرابلس ومصراتة بقدرة 1200 ميجاوات. وقالت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك الخميس إن توقيع العقد جرى بحضور رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج. ونقل المكتب الإعلامي للحكومة المقترح عن السراج قولها إن هذه الخطوة ستكون على طريق التعاون المثمر بين ليبيا وألمانيا، معربا عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات أخرى. يترقب عدد من المواطنين في منطقة الحوامد استكمال الوحدات السكنية لاستغلالها بعد سنوات من الانتظار. ودفع توقف الشركات المنجزة عددا من الأهالي للتعويل على أنفسهم في ترميم ما أمكن منها في ظل عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار المرتفعة للإيجار. لا تزال ملفات المشاريع السكنية التي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق العامة عالقة منذ سنوات. الحوامد إحدى المناطق التي تلقت وعوداً عام 2009 بإنشاء قرابة 460 وحدة سكنية تشرف عليها شركات أجنبية في مدة لا تتجاوز 17 شهراً، إلا أن أسباباً عدة حالت دون استكمال المشروع، من ذلك تأخر الشركات المنفذة في إنجازه بسبب عدم تمكينها من مستحقاتها المالية، إضافة إلى ما شهدته البلاد من تدهور للأوضاع الأمنية عقب ثورة 17 من فبراير أجبر هذه الشركات على مغادرة البلاد. لعدم استكمال مستخلصات الشركة مما أدى لتوقف نهائي للمشروع. المشروع تم التعاقد عليه في 2009 ومدة التعاقد 17 شهر، صار تأخير من البداية من الشركات، وبعدين دخلت البلاد بعد أحداث 17 فبراير توقفت الشركات نهائيا. نسبة إنجاز الوحدات السكنية بالمنطقة قدرت ب 50% نفذت قبل الثورة، وضع ضحيته واحد هو المواطن، فكثيرون هنا اضطروا لاستكمال الشقق على حسابهم الخاص لتوفير سكن لهم وعائلاتهم بما أمكن من سبل. الوحدات السكنية اللي موجودة في بلدية الحوامل زي ما تشوفوا فيها قلة إمكانيات وناقصة، درنا لها صيانة احنا المواطنين باعتبارنا احنا مواطنين ساكنين فيها، درنا لها صيانة بالمجهودات الذاتية، وطبعا اضطرينا سكننا فيها. معناتها تشوف فيها لا معنى لا طريق ولا كياس ولا حتى شيء، معناتها فهمتها كل مواطن استغل حوشة وصينة كيف ما يصينة صينة. ما رصدته الكاميرا هنا في منطقة الأحوامد ليس سوى أنموذج لمشاريع كثيرة أخرى توقفت ولجأ أصحابها للإيجار أو العمل الذاتي على ترميم ما أمكن منها واستغلالها. يعتمد معظم أهالي جبل نفوسة على الحطب في الطهوي والتدفئة منذ مئات السنين، مستغلين أجود أنواع الحطب من أشجار المنطقة الجبلية. التقرير التالي والتفاصيل. عندما يقع الاختيار على الحطب وقودا وتدفئة فاعلم أن الاختيار يقع على أجودها ويتماشى مع البيئة.
هنا جبل نفوس المنطقة الأكثر برودة شتاء. اعتاد السكان هنا الاعتماد على التدفئة التقليدية منذ مئات السنين، مستغلين وجود أجود أنواع الحطب من الأشجار بالمنطقة الجبلية. تزخر الصحراء الليبية والمناطق الجبلية بأنواع كثيرة من النباتات والأشجار التي تستعمل كحطب، بينها أشجار الفاكهة والزيتون، إلا أن أكثرها شهرة وجودة هي نبات أغزير. يعتمد معظم أهالي جبل نفوس على حطب أغزير في التدفئة والطهو نظرا لسرعة اشتعالها، وكذلك الحرارة العالية الناتجة عن احتراقها وقلة نسبة الدخان المنبعث منها. لجمع حطب شجرة أغزير مواسم خاصة يعرفها سكان المنطقة، حيث يلجأ غالبيتهم إلى جمعه في موسم الصيف أو مع بدايات الشتاء. للأكلات هنا رائحة مميزة تغمرها نكهة الحطب، مذاق رائع وصحي يفوح منه عبق الجبل وسحر طبيعته. مع نقص السيولة وارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، أصبحت أسعار السلع والمنتجات المختلفة غير مستقرة، كما هو الحال بالنسبة للخضروات والفواكه في سوق النجوم بمدينة أجابيا. التقرير التالي والتفاصيل. كثر هم رواد هذا السوق من سكان مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة، عرفوه بسوق النجوم، وهي سوق جامعة تجد فيه كل ما لذ وطاب من خضروات وفواكه ولحوم. ورغم وفرة المنتوج وتنوعه، إلا أن المواطنين يشكون عدم استقرار الأسعار، خصوصا مع نقص السيولة المالية في المصارف وارتفاع قيمة صرف العملة الصعبة أمام الدينار الليبي. خضرة كويسة وخضرة جديدة، يعني السوق جاية خضرة 100% وأسعار كويسة. طماطم جالي بس غالية شوية، طماطم البيضة رخيصة، طماطم جالي وتخدم القيادة ب60 65 عرفت، والبيضة تخدم ب40 القيادة 35 عرفت، النظيفة ب45 والعطيبة ب35، يعني خضرة يعني كويسة وأسعار كلها كويسة. الفترة الماضية شهدت غلاء كبيرا في أسعار الخضروات والفواكه على حد سواء، وساهمت في ذلك أيضا زيادة تكلفة نقلها بين المدن، فضلا عن ارتفاع نفقات المستورد منها من الخارج. الأسعار الوقتي كويس، يعني في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة، اللي هي الخضرة الليبية الوطنية رخيصة، والحاجات لما تيجي من مصر طبعا الجنيه طايح والخضرة ايش غالية عشان الجنيه طايح، فاهم ازاي؟ تيجي من مصر خضرة غالية في مصر، فعبال ما تيجي هنا الجنيه طايح فالخضرة تبقى غالية شوية، لكن الخضرة الوطنية اللي هي بتاع البيضة طبعا خلصت، النطار جاتها وطبعا خربتها على بعضها. ويرى السكان أن ما يفاقم الأزمة أيضا تحايل الباعة في تحديد الأسعار واستغلال بعضهم للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حتى أصبحت الحركة الشرائية في السوق شبه معدومة. نظمت بمدينة جادو فعاليات ورشة عمل حول مشروع إعداد خطة التنمية المحلية للبلدية، وتهدف الورشة إلى تدريب لجنة التنسيق ورؤساء الفرق القطاعية في البلدية المعنيين بالمشاركة في أعداد خطة التنمية المحلية. وشارك في هذه الورشة التي تشرف عليها منظمة أكتد بالتعاون مع الوكالة الدولية الألمانية 11 قطاعا من القطاعات الحكومية المعنية بالمشروع وخبراء ومؤسسات المجتمع المدني. طبعا الهدف، احنا عندنا دورة في مجال التنمية، طبعا الهدف من الدورة هذه البلدية ترغب في إعادة الثقة أو ربط الثقة بين أعضاء المجلس البلدي والمواطنين، كذلك خلق خارطة الطريق أو إنشاء خارطة الطريق لإنشاء مشروعات تنموية في البلد. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البنيان المرصوص تواصل ملاحقة فلول تنظيم الدولة جنوب السرت وتؤكد قدرتها على تشكيل نواة للجيش. مكتب الخدمة الصحية بدرنا يعلن وصول شحنة الثانية من قافلة الإغاثة المقدمة من أهالي طرابلس. رئيس لجنة الاتصال الروسية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية يكشف عن نية موسكو طرح مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني ليبي.
أهالي جبل نفوسة يحافظون على عادة استخدام الحطب وسيلة للطهوي والتدفئة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على الموقع الإلكتروني لقناة النبأ النبأ.tv وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.